الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين وخير خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وكل من سار على نهجه وملته إلى يوم الدين. أما بعد، معشر الإخوة والأخوات، عنوان هذه الكلمة المتواضعة: كيف أعرف أن الله تقبل مني العمل في رمضان؟ كل العباد يقومون بأعمال الخير في هذا الشهر المبارك، ويتساءل الواحد منهم: كيف أعرف وكيف أتأكد من أن رب العزة جل وعلا تقبل عملي؟ من حيث المبدأ، لا يعلم ذلك إلا الله، لأنه من الأمور الغيبية إن لم يأتي عنها حديث في كتاب أو سنة، فلا يمكن لأحد أن يحدثك عن شيء من ذلك. على كل حال، لو علمنا الذين تقبل الله أعمالهم لالتمسنا منهم الدعاء، لأنهم من أوليائه الصالحين. والمطلوب منك أيها العبد الصالح، أيتها الأمة الصالحة، أن تتقن العمل وأن تضمن له الإخلاص ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ترفع الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى تسأله القبول، وتقول: يا ربي، تقبل مني ما قمت به، ولا تحرمني إذا رفضته من أجر المصيبة في رده. ولكن العلماء ذكروا بعض العلامات والإشارات التي إن صادفها العبد ورآها وشاهدها وعاشها يطمئن إلى أن الله سبحانه وتعالى إن شاء الله تقبل عمله. وسأسرد عليكم بعض العلامات التي استفدتها من أحد الفقهاء الفضلاء جزاه الله خيرا وإحسانا. العلامة الأولى: أن تخاف أن لا يقبل منك، أن تخاف أن لا يقبل منك العمل، إذ يجب على العبد أن يحرص دائما على أن يخاف من الله سبحانه وتعالى، وأن يتخذ الاحتياطات اللازمة ويتواضع، فلا يتألى على الله، لأن العجب يحبط العمل. وقد ورد أن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: لأن أبيت وأنا نادمة، أولى من أن أبيت وأنا معجبة. وتلت قول الله سبحانه وتعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فقالت: يا نبي الله، هل المذكورون في الآية هم الذين لا يصلون والذين يزنون والذين لا يتصدقون؟ قال لها عليه السلام: لا يا ابنة الصديق، ولكنها في الذين يصلون ويصومون ويتصدقون، ولكن يخشون أن لا يقبل منهم. فحرص على أن تحفظ العمل من الضياع، لأن الله عز وجل يقول: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ولم يقول من عمل. وورد أن محمد بن المنكدر رحمه الله دخل على أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز بعد أن تولى الخلافة، فوجده مصفر الوجه، هزيل البدن، يظهر عليه الأسى والحزن، فقال: كيف تجدك اليوم يا أمير المؤمنين؟ فقال له عمر رضي الله عنه: إني أخاف
من الله، إني شديد الخوف وشديد الجزع. فقال له ابن المنكدر: فاحمد الله فإني أخاف عليك ألا تخاف، إني أخاف عليك ألا تخاف. هذه هي العلامة الأولى. العلامة الثانية: ألا ترتد على أدبارك بعد رمضان، فتعود لديك حليمة إلى عادتها القديمة. فرب رمضان هو رب كل الشهور، وما رمضان إلا تدريب، تترك الحلال فيه لتترك الحرام خارجه. وقد ورد في الحديث الصحيح أن الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. والمطلوب منا أن نعبد الله تعالى دائما، لا في رمضان ولا في خارج رمضان. قال تعالى على لسان عيسى عليه السلام: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وقال تعالى: واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. العلامة الثالثة: الحسنة تلد أختها. وعندما يوفقك الله لحسنة بعد الحسنة فتلك علامة من علامات القبول إن شاء الله. ورد عن الحسن البصري أن الحسنة نور في القلب وضياء في الوجه وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في عيون الخلق، كما أنها دافعة لحسنة أخرى. الحسنة تدفع للحسنة، والسيئة والعياذ بالله تجلب السيئة. العلامة الرابعة: أن يرزق العبد لذة الطاعة ويذهب إليها مشتاقا، أي انشراح الصدر للطاعة. وهذه سمات المؤمنين الصادقين، على عكس المنافقين الذين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا ولا ينفقون إلا وهم كارهون. أن العلامة الخامسة: كره وبغض المعصية، كره وبغض المعصية، وكره كل ما يؤدي إليها. العلامة السادسة: استصغار الطاعة مهما عظمت، لأنها في حق الكريم سبحانه صغيرة. وقل مع الملائكة: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. العلامة السابعة: أن تكتسب نفسية تغضب لله عند ارتكاب المنكرات، وأن لا تكون مطبعا مع المعاصي، بمعنى تكون لديك غيرة على حرمات الله إذا انتهكت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب إلا إذا انتهكت حرمات الله. العلامة الثامنة والأخيرة: المصارعة للخيرات، وأنه بعد رمضان مباشرة تقبل على أداء زكاة الفطر، وبعده على صيام الست من شوال، وهكذا تستمر في الخير إلى أن تلقى ربك. اللهم تقبل منا الصلاة والصيام والقيام، واحشرنا في زمرة خير الأنام، وصل على نبيك نبي الرحمة وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه إلى يوم الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.